والتحام قوي من برونو، واكيد في انذار تاني لمنتخب البرازيل، انذار مستحق وفاول بخبره، لان لو عدت هذه اللاعبه ناهومي كواسومي كانت ممكن تسجل الهدف الثاني وهدف التعزيز. فاول تكتيك عالي جدا بخبره عاليه، بخبره عاليه جدا. شفت بقى الهجمه استعدت الجديد ازاي؟ عملوا هجمه سريعه جدا لاعبي اليابان، وقدروا ان هم يستغلوا